الآن كم انتظر مارادونا لتحقيق لقب الدوري لنابولي؟ عامان فقط، لكن كم انتظر نابولي الإيطالي ما بعد مارادونا لتحقيق ثالث لقب دوري في تاريخه؟ 33 عاماً، ولهذا السبب كان الاحتفال الجنوني الذي شهدته المدينة منطقي للغاية بعد أن حسم الدوري الثالث له في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية المسابقة. الاحتفالات بدأت في ملعب دييغو مارادونا عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، فلنشاهد. فعلا احتفالات جنونية. طيب، كان يكفي لنابولي التعادل فقط ليحسم اللقب مبكرا جدا في أحد أشد دوريات العالم منافسة، ليترك بقية الكبار وراءه ينافسون على الوصافة، حيث لا ملك اليوم إلا مارادونا وأبناؤه. أما اللاعبون فاحتفالاتهم لم تتوقف في غرفة الملابس، فلنشاهد. نابولي حقق أول لقب دوري له بعد عام 87، بعد موسم واحد فقط من فوز الأرجنتين بكأس العالم في عام 86، وبعد موسم واحد من فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 حقق نابولي الدوري مرة أخرى. طول الانتظار جعل الاحتفالات في المدينة الجنوبية جنونية وربما مستمرة إلى الآن، فلنشاهد. المدينة الجنوبية كانت معلومة مهمة أن نذكرها، لأن موقعها كبوابة إيطاليا البحرية على المتوسط جعل منها سابقاً منفذاً للأوبئة لإيطاليا في العصور الوسطى، لأن كل السفن ترسو هنا قبل أن يدخل ركابها إلى الأراضي الإيطالية. زاد هذا في زمن سابق ولفترة قريبة جداً من التنافس ما بين نابولي وبين كل المدن الإيطالية في كل الجوانب إلا كرة القدم، إذ لم يكن فريقها مميزاً على الإطلاق قبل انضمام مارادونا لهم. وما أن تركهم مارادونا حتى عاد الإيطاليون إلى مضايقة أهالي نابولي بأنهم لن يروا منصة التتويج مرة أخرى
أبدا. طبعا لسنا من مشجعي نابولي ولسنا من أهل ميلان ولا نادي لنا في الدوري الإيطالي، لكن للحق نابولي عاد لمنصات التتويج مرة أخرى ولو بعد حين.